من أساليب الشيطان لإيقاع العبد أنه يجعله أحيانا يفعل معصية كنوع من انتقام ممن أساء إليه أو قصر بحقه. يعني فتاة خانها زوجها فتريد أن تنتقم منه فتخونه هي بدورها، والله المستعان. شاب قصرت زوجته بحقه في البيت، فيبرر هذا التقصير بأنه سيجعله يتحدث مع فتاة، فيتحدث مع فتاة عبر الفيسبوك ونحو ذلك، ويقول زوجتي هي السبب، هي التي جعلتني في فراغ عاطفي، ويبرر معصيته. أو فتاة تريد أن تغيظ زوجها فتضع مساحيق التجميل وتتعطر وتسير في الطرقات حتى تغيظ زوجها، أو لربما تنزل صورها على الفيسبوك بهذه الحالة، أو لربما تخلع الحجاب أو تهدد بخلع الحجاب، والله المستعان. ما أود قوله لمن يقع بمثل هذه الأمور أمران. الأول أنه أنت وأنت أختي في الله استقامتكم كانت لله مش عشان مخلوق. صحيح أحيانا بكون المخلوق سبب بزيادة الطاعات وتقليل المعاصي كونه إنسان طيب وبدلنا على رب العالمين، بس نحن لما قررنا نلتزم كانت القرار هذا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فما بنعصي الخالق لأجل المخلوق. الأمر الثاني إنه نحن يوم القيامة حنكون بين إيدين رب العالمين لحالنا وحنتحاسب لحالنا، فالمتضرر الأكبر من هالمعاصي هو صاحب المعصية نفسه، مش اللي أنا عم بعصي رب العالمين عشانه. فلازم نتذكر دائما إنه ما في مخلوق على وجه الكرة الأرضية بيستاهل إنه نعصي رب العالمين بسببه.